اليوم 9/3 9/3 اليوم اليوم 9/3 نقول يا جماعة كلاب الضالة اللي ياكلوا في لحم الحليوب وتعين الشمبانيا وتعين وتعين البارات ليبيا ما تقبلكمش وتعين لحم الحليوب. احنا مسلمين احنا مع معمر وطز فيكم ومعمر راجل قوي صقر ما يهزاش حتى حد طز فيكم تحررنا تحررنا. الامم المتحدة برفض حقكم غادي بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الدولة الفاتح العظيم وحي الاخ قائد الثورة بهذه البصل الحديد الجديد واحنا في جماهيرية العظمى بجماهير الزاوية درى الجماهير ونساء ورجال وكبار وصغار يهنوك في هذه الفرحة العظيمة. الله يزيدك عز وطول في عمرك ويا الشعب الشكر والنسيان في الفرحة العظيمة فرحة الانجازات فرحة الانكسار. الله يزيدك عز ونبوك معمر آمين يا أم بس. بسم الله بسم الله بتاريخ 9/3 نحيي اخي القايد واحنا معاك وبالنسبه للزنادقه وبالنسبه بن لادن امشي فلسطين حررها يا بن لادن غادي ما توريش فلاحتك هنا. احنا شعب حر احنا شعب ما نقصتنا حتى حاجه احنا نبو نعمر بس. وبالنسبه للكلاب الضاله قول لك اعمزوا في حياتكم غبرتوا فينا الله يغبر فيكم ان شاء الله. وبالنسبه لكلاب الضاله امشوا وبن لادن بن لادن برا قول لا ما بالرفح مفتوح برا ضري فلاحتك غادي يا بن لادن يا كلب. قولها احنا شعب مسالم احنا شعب معنا الله احنا شعب حرية تامة احنا ما ناقصنا حتى حاجة الا وجه معمر والله ومعمر وليبيا وبس. انا ما تصدقوا الاذاعات الكلاب هذه السلام عليكم.